اطلب العلم أحيا فهو درب به نور مرحبا بكم خوتي اخواتي الطلبه. ان شاء الله هذا لوبليكاسيون الاخر في رياكسيون اون شين اللي غناخذوا فيه رياكسيون اون شين داخلوا فيها رياكسيون ايكيليبري متفقين اكسبيرمونطا انتخوب لا كونستانت فيتاس دو رياكسيون سويفون هاد لي رياكسيون هادي قالك لقاو دي بون دو بي اش فغاد الواده يعني لا كونستانت فيتاس اش كتساوي ديال هاد لا رياكسيون كتساوي C اللي عبارة عن كونستانت بلس واحد الكونستانت اخرى D سوغ ال H بلس و H بلس عارفين انه هو ال PH متفقين ليك اون بروبوز الموديل دو ميكانيزم رياكسيونيل او ميم طون يعني في الميليو رياكسيونيل ديالي كاين اكثر من رياكسيون وحده كتجرى ليا متفقين عندنا قال لك دو ميكانيزم A و B عندنا هاد الميكانيزم هذا وعندنا هاد الميكانيزم هذا يعني بحال كيقول لك هادو راه رياكسيون بوحدهم وهادو رياكسيون بوحدهم ولكن كلهم كيطراو او ميم طون بحال اش بيقول لك مثلا دونك هادي هي الرياكسيون الاولى الرياكسيون الاولى عاديه الرياكسيون الثانيه فيها رياكسيون ايكيليبري لاحظوا معايا وفيها ثلاثه جوج ديال الرياكسيون عاديين هاد لي الرياكسيون الايكيليبري قال لك غابيد متفقين وقالك لا كونستانت دو لا كونستانت ديالها راه هي لا كونستانت دو كيليبر متفقين وهاد لي رياكسيون الاخر لونش متفقين وحنا قلنا انه ديجا باش نحسبوا الفيتاس ديال اي رياكسيون ولا اي كومبوزي اننا كناخذوا ليطاب لونش متفقين ليطاب رابيد بحيث كطرى دغيا ما كيحتاجوهاش بحال كنيجليجيوها نمشي السؤال الاول اكسبريمي لا فيتاس داباراسيون دي زيون اف او 3 بلس ا بارتير الميكانيزم اي بي الميكانيزم ا الميكانيزم بي يعني قالك غنكالكيليو لا فيتاس ديال الاف او 3 بلس في الميليو كامل يعني في الميكانيزم ا والبي يعني بحال غنديروها جلوبال في دو ميكانيزم دونك غنجي دور لا فيتاس ديال اف او 3 بلس كتساوي هي لا ديريفي ديال لا كونسونطراسيون ديال اف او 3 بلس سوغ لا ديريفي دو طون بارابور الرياكسيون جلوبال متفقين قلنا ان هادي كنديروها غير باش نفهمو وتبقاو نتوما مركزين معايا علاش داو اش كتساوي وغنمشيو نشوف دابا لي زيون ديال اف 3 بلس فين كيرياجيو نجي الميكانيزم ابعدا هو الاول ونقلبو في اف 3 بلس هاو كاين في الاف 3 بلس دونك غندير لا فيتاس ديالو عندو الكوفيسيون ديالو واحد وهو كاين في لي برودوي دونك الكا ان لا كونستانت ان فوا لا كونسونطراسيون ولا لي كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف كوات 3 بلس لو فير دو بلس متفقين ونشوف لي ميكانيزم الاخرين ميكانيزم بي عندي ما كاينش هنايا هنا ها هو هنا اصلا هادي قلت ما غاديش نخدم بها اصلا يعني واخا نلقى فيها الاف اي 3 بلس ما غاديش نديرو بالنسبه لهاد الرياكسيون هو قال لك راه ايكيليبري اي رياكسيون فاج اسهم اليطا ليكيليبر لا فيتاس ديالها الي نيل متفقين واي رياكسيون فيها غير سهم واحد ولكن كتب عليها غابيد اي كومبوزي فيها غدير انا لا فيتاس ديالو في هذيك الرياكسيون الي نيل كيساوي زيرو ما تحتاج في ليكواسيون ديال فيتاس ديالك هذيك ليكواسيون ديرها بحال ما كايناش متفقين حنا كنمشيو غير لونش نو كنجيو هنا اول اف 3 بلس الكوفيسيون ديالو واحد وكاين هنا فلي برودوي لا كونستانت 3 فوا لا كونسونطراسيون ديال سي او او اش دو بلس فوا لا كونسونطراسيون ديال اف او دو بلس متفقين ونجي الرياكسيون الاخرى ما فيهاش الاف او 3 بلس متفقين دوكا ديال الفيتاس ديالي ولكن الا وقفتي هنايا غتكون ارتكبتي خطا كبير متفقين علاش قالك هو كالكلي لا فيتاس ديال اف او 3 بلس في الرياكسيون كامله ولا جيتي شي راه الاف او 3 بلس راه كاين في الرياكسيون جلوبال دوك لا كالكليت الفيتاس ديالو راه بحال كالكليت الفيتاس ديال الرياكسيون جلوبال وقال لك هو في لي دوني راه الفيتاس ديال الرياكسيون جلوبال لا كونستانت ديالها ديبوند دو بي اش وانت الكونستانت اللي خارج لك هنا خرجك عباره عن كونستانت ما فيهاش البي اش في مره حيت هو قال لك حيت داروا التجربه ياك راه لقاو لا كونستانت فيتاس ال ديبون دو بي اش كتكتب عليها هذا الشكل هذا لا كونستانت فيتاس
متفقين؟ انت عندك الكا ان والكا طروا وما كاينش الاش بلس كاع، متفقين؟ دونك خصنا هنا نزيدو شي حاجه ولا نغيرو شي حاجه، متفقين؟ اول حاجه تفكر فيها هي الرياكسيون ايكيليبر. علاش؟ ديما حيت يعطيك الرياكسيون ايكيليبر عارف راسك غتستخدمها وتعوضها في الرياكسيون ديالك، متفقين؟ كاش كيكتب لك هنا كيكتب لك ايكيليبر غابيد، متفقين؟ دونك ديما تجيك كالكول الكونستانت ديكيليبر وتعوضها في الرياكسيون ديالك، هذه ديما كاينه وقت ما عطاك رياكسيون ايكيليبر ديما عوض على راسك تحسب الكونستانت ايكيليبر وتعوضها. علاش؟ هذه واحد الحاجه اللي كنلاحظها في التمارين بزاف. دونك غادي نكالكول الكونستانت ديكيليبر اللي هي الكا دو اش كتساوي هذه الرياكسيون ديالي الا نكالكليها. دونك سي او عندنا اش كنديروا كونستانت ديكيليبر كنديروا لي برودوي لي كونسنتراسيون ديال لي برودوي على لي كونسنتراسيون ديال لي رياكتيف سي او او اش دو بلس فوا الاش بلس سور لي رياكتيف سي او 3 بلس، متفقين؟ والاش دوزو اون نيكسي، متفقين؟ دوك ما كنديروش. دونك هنا هنايا غنجبد شي كومبوزي من هاد دو كومبوزي هادو، متفقين؟ ونجبدو اون فونكسيون دو بي اش ونعوضو سوا سي او 3 بلس ولا سي او او اش 2 بلس، نعوضو في وحده من هاد دو رياكسيون ويخرج ليا الاش بلس في لا رياكسيون ديالي، متفقين؟ هي المشكله دابا كنا غنقولوا نختار هذا ولا نختار هذا، يمكن لك تختار اللي بغيتي ولكن من الاحسن تشوف لي كومبوزي اللي عندك في الرياكسيون جلوبال ديالك، تحاول ديما تخلي الرياكسيون جلوبال ديالك كتكتب اون فونكسيون ديال لي كومبوزي اللي في الرياكسيون جلوبال، متفقين؟ ماشي دوك اللي ما باينينش في الرياكسيون جلوبال، تحاول ديما تخليها تما يبانوا فيها لي كومبوزي اللي في الرياكسيون جلوبال. الرياكسيون جلوبال ديالنا باين فيها، نوري لكم باين فيها سي او 3 بلس كوبالت الاف او 2 بلس والسي او 2 بلس والاف او 3 بلس، متفقين؟ دونك اللي ما باينش فيها هو السي او او اش 2 بلس هو اللي غنمشي نعوضو، متفقين؟ دونك غنجبد سي او اش 2 بلس اش كيساوي الكادو فوا سي او 3 بلس سوغ الاش بلس، متفقين؟ دونك هنا غنعاودو في الرياكسيون ديالي غتولي عندي لا فيتاس ديال اف او 3 بلس اللي هي قلنا انها هي الفيتاس جلوبال كتساوي الكا ان فوا الاف سي او 3 بلس عفوا فوا الاف او 2 بلس بلس سي او 3 بلس على اش بلس، غنعوض هادي قلنا كاد الاف او 2 بلس، متفقين؟ دونك هنايا قربنا الفورمي اللي عندي هنايا، علاش ولا عندي الاش بلس لتحت، متفقين؟ وعندي سي و دي، متفقين؟ ولكن سي و دي قلنا انهم سيرو لي كونستانت، اش غنجي نديرو سي و دي سيرو لي كونستانت؟ علاش؟ حيت هادي كونستانت فيتاس، كلشي اللي فيها كونستانت. الحاجه اللي قلنا ان جديده عندنا هنا هي انها كتفاري اون فونكسيون دو بي اش، متفقين؟ يعني هادو حتى هما راه عباره على لي كونستانت. دونك اش غنجي ندير؟ الا جيت لاحظت هنا عندي سي او 3 بلس هنا اف او 2 بلس هنا سي او 3 بلس اف او 2 بلس، دونك غنعمل بها اش كتساوي الكا ان بلس الكا دو على اش بلس، سي هنا واحد الحاجه اخوتي هنا عندي الكا دو اللي عوضته وكانت هنا الكا 3، دونك غنبقى الكا 3 كا 3 فوا لا كونسونطراسيون ديال اف او 2 بلس فوا لا كونسونطراسيون ديال سي او 3 بلس، متفقين؟ دونك هذا هو الواد فيتاس ديالي وهذه هي لا كونسونط فيتاس ديالو. الا لاحظتوا معايا انك تكتب على شكل لا كونستانت بلس واحد الكونستانت على اش بلس، متفقين؟ سيتينك دوني ليكسبريسيون دو كونستانت فيتاس الكا ان الكا 3 اون فونكسيون ديال سي و دي والكا 2،
سي ودي انا ملي عطانا في ديك الكونستانس قال لنا ان لا كونستانس اش كتساوي هي سي بلس دي على اش بلس. هنا غير سؤال مقلوب انا بحال بيقول لك عطيني سي ودي اشنا هما تفقين بحال قال لك سي ودي اللي عطيتك في ديك الكواسيون دي فيساس الفوق ديال الاكسبيريمونطال قال لك اعطيني شنا هما تفقين غادي دير غير مقارنه ديال الكونستانت فيساس ودي الكونستانت فيساس ديالك. دونك كا ان هنا كتمثل هي سي تفقين دي هي دو الكادو 4 دونك الكادو فوا 4 كتساوي هي دي هو قال لك عطيني ال 4 دونك جبد ال 4 اش كتساوي هي دي سور ال 2 تفقين واك غيكون سهل التمرين يعني سهل شحال ماشي شي حاجه صعيبه هي هاد الغيكسون اونشين هي شي حاجه سهله بنادم مالو الخدمه بزاف فيها شي ماشي صعيبه خصك تخدم بزاف ديال التمارين باش ما تضيعش فيها الوقت هي ممكن تحط صعيبه يعني نفس البرانسيب كيبقى يشعاو هادشي هو اللي كيبقى يشعاو قلت انت تكون خدام بزاف ديال التمارين غير باش ما يبقاش تضيع الوقت تعرف كيفاش تمشي. نتفقين نتمنى التوفيق للجميع يلا تهلاو بيس.